أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات حوار واستثمار. لنا لقاء مع قامة من قامات العقارات في مصر، المهندس الكبير حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال وشيخ عقاريين مصر ومن أكبر القامات العقارية والهندسية في مصر والشرق الأوسط والعالم أجمع. معه في لقاء حول متغيرات السوق العقاري ونظرته إلى مستقبل السوق العقاري الجديد والمناطق العمرانية الجديدة في مصر ورؤيته في مدى نجاح السوق العقاري في مقابلة التحديات الحالية. المهندس الكبير حسين صبور، كنا عايزين نشوف رؤية حضرتك وتوقعاتك للسوق العقاري المصري في الفترة الحالية. بسم الله الرحمن الرحيم. السوق العقاري المصري هو سوق منتظم جدا. يعني ايه منتظم جدا؟ يعني مصر تعداد شعبها فوق 100 مليون، عدد الزيجات السنوية يتسبب عنها ان الاحتياج لشقق جديدة في المدن 250,000 في السنة، ويضاف اليهم ما تقع من عمارات قديمة وما ينتقل من الريف إلى الحضر، وما هو في أسوان وفي شقة رخيصة واتنقل شغله إلى كفر الشيخ، فمش هسيب شقته القديمة وهروح كفر الشيخ في شقة جديدة. كل ده يجمع على بعضه يطلع أن احتياجات المدن في مصر 500,000 شقة في السنة. مفيش بقى زي دول أخرى أن أجانب كتير ومش أجانب كتير، ولو شغل قل الأجانب هيسيبوا البلد. لا، ده مش عندنا، ده في الخليج المصري. عندنا احنا هم المصريين محتاجين الى هذه الشقق. حزيت على ذلك ان في الفترة الاخيرة نتيجة الظروف التي حولنا من ظروف قاسية في العراق وقاسية في سوريا وقاسية في ليبيا، هاجر الى مصر مجموعة من المواطنين والاخوة من الثلاث دول دول، وربما من اليمن ايضا. دول زودوا الاحتياج لأنه استوطنوا مصر ومش هرجعوا تاني. لكن أنا هتكلم على المضمون، هو 500,000 وحدة سكنية في السنة في المدن في مصر. سوق كبير، الطلب كبير ومش هينقص. يعني توقعات حضرتك بالنسبة لمستقبل السوق العقاري في الفترة القادمة، هل الطلب هيزيد ولا هنقدر نوفي الطلب اللي موجود، ولا هيبقى في فترة هيبقى فيها الطلب أكتر من حجم المعروض؟ عمر ما هيكون في طلب اكتر من حجم المعروض، لان عمرنا ما هنعمل وعمرنا ما عملنا 500,000 وحده سكنيه في السنه. في الفتره الاخيره، في الاربع سنوات الاخيره بتاع حكم الرئيس السيسي، اهتم جدا باسكان الفقراء واسكان العشوائيات، فبنى تقريبا 1,000,000 شقه رخيصه في احياء معينه لاسكان الفقراء والعشوائيات. دول لا يتنفسوا مع الإسكان اللي بتكلم عنه عن الزيجات الجديدة. ده هو نقل العشوائيات في أماكن غير أدمية إلى أماكن محترمة وبنالهم شقق، وهو نقل الفقراء جدا إلى أماكن بنالهم شقق. فدول مش هينقصوا من 500,000 شقة اللي بنتكلم عليها في السنة. ما زال الاحتياج هو 500,000 شقة في السنة. بعض المطورين العقاريين يبدون تخوفهم من إصابة السوق العقاري المصري بحالة من حالات الركود، فما رأي حسين صبور كبير مهندسين مصر في هذه الرؤية السوقية؟ من المؤكد أن هناك شيء من القلق في العقار في مصر الآن، ولأول مرة منذ سنوات طويلة جدا منذ أن زاولت عملي. القلق ده سببه إيه؟ مش سببه ان احنا مش محتاجين لشقق، لا محتاجين. سببه ان مصر بدأت في الاهتمام بانشاء عاصمة ادارية جديدة، ومصر بدأت في الكلام عن نقل الوزارات اليها ونقل بعض الموظفين اليها ونقل انشطة اخرى الى المدينة. الشركات العقارية التي دخلت تستثمر في العاصمة الادارية الجديدة قليل منها من الشركات القديمة المعروفة،
التي لا تاريخ ولا سمعة ومعروف هي ايه؟ الكثير جدا كانوا من الشركات الجديدة التي تعتقد ان الاستثمار العقاري هو مصدر جيد جدا لأداء العمل والربح. هؤلاء مش متجربين، هؤلاء قد يكونوا ممتازين وقد يكونوا غير كده، وبالتالي هناك خلق من هؤلاء الدخلاء، بلاش هقول الدخلاء، هؤلاء الجداد في الاستثمار العقاري. زي ما بقول ربما يكونوا ممتازين وربما ما يكونوش، لكنهم حطوا يعني أنماط جديدة في التعامل. أول حاجة أنه زودوا فترة التقسيط إلى 8 سنين على الأقل، كنا كلنا ما بنقسط هي مش أكثر من 4 سنين، كنا بنتعاقد على الوحدة السكنية فيلا أو شقة على 4 سنين، ومعنى كده أنها وقت ما نيجي نسلمها يكون تقريبا كل ثمنها تسدد واللي فاضل قليل. دلوقتي معمل على 8 سنين، واحنا مضطرين نعمل زيه، والا الناس هتجيلنا ليه؟ بتروح له. فهذا كلام هيسبب تعب وازمه في تمويل العقار عند المستثمر العقاري. الحاجه الثانيه، في بعضهم ما خدش دفعه مقدمه برضو، ده موضوع غريب جدا. نحن نتوقع ان بعضهم سينجحوا وبعضهم لن ينجح، لن يستطيع. هو مش راجل وحش، لكن اندفاعه في اعطاء تسهيلات المشتري حتى يجذبه الى شركه غير معروفه عن التعامل مع شركات اخرى معروفه، هذا لن يستطيع هو المستثمر الجديد انه يؤدي واجباته في توقيتها. هنا انا اتوقع بعض المشاكل، ارجو ان تكون قليله، مع الشركات الجديده في انها تكمل شغلها في مواعيدها. هذا سيعود على القطاع كله، على النشاط كله بدربكه. طب احنا كنا عايزين ناخد برضو رؤيه حضرتك عن انشاء اتحاد للمطورين العقاريين. هل ده ممكن يعمل تنظيم في حالة السوق أو شكل من الأشكال الاتفاق على سعر سوقي لكل منطقة، بحيث أنه هو يبقى زي ميثاق شرف بين الشركات العقارية أو بين بيوت الخبرة الكبيرة اللي زي حضرتك، أن هم يقولوا متوسط السعر في المنطقة دي يتداول ما بين كذا وكذا، عشان يبقى لو حد بيبيع بسعر أقل من كده يبقى ما فيش مصداقية في التنفيذ أو مش هيقدر ينفذ اللي هو واعد بيه العملاء بتوعه. ممكن اتحاد المطورين يتحكم في هذا، ومن وجهة أخرى إن هو ممكن يكون مرآة للمستثمرين العقاريين في التعامل مع الدولة، في إن هو بيمثلهم في طلباتهم أو يحتوي ال- 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 الرغبات اللي عند المستثمرين العقاريين للحصول على أراضي في مناطق معينة أو تسهيلات معينة من الدولة تساعدهم إن هم يدخلوا في مشروعات جديدة. ما في شك أن احنا طالبنا منذ فترة طويلة أن يقام لائحة وقانون للاستثمار العقاري، وكان كل المستثمرين العقاريين بيجتمعوا وطلعوا بفكرة معينة كان يدعوهم إليها وزير الإسكان وقتها وهو رئيس الوزراء النهاردة، وأخذ منهم هذه الفكرة أو هذا الصياغة للفكرة وناقشهم فيها، وهيئة المجتمعات الجديدة تناقشت وتدخلت واشتركت في وضع هذا القانون وهذه اللوائح، وأرسلت إلى مجلس الدولة يعني مراجعة نهائية قبل أن تصدر، ثم توقف كل شيء ما نعرفش ليه. الآن دعت الحاجة أكثر إلى صدور هذا القانون، وفي اجتماع مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الإسكان منذ حوالي أسبوعين أنا كنت حاضره، قالوا صراحة أنهم إن شاء الله خلال شهرين سيسعوا بشدة أن يكون هذا القانون جاهز للصدور، لأنهم شعروا أيضا زي ما احنا شعرين أنه ضروري جدا للبلد. بمعنى إيه؟ إذا بصينا المقاولين هناك اتحاد لهم مرتبهم درجة أولى ثانية ثالثة إلى سبعة. بمعنى إيه؟ المقاول لدرجة أولى هياخد أي مشروع
المقاول درجة خمسة لو حجم من المشروع مثلا ياخد أكثر منه في المقاولات. نحن نريد ذلك أيضا في الاستثمار العقاري. المستثمر ذو الكفاءات الأزيمة، وكفاءات ليست فقط رأس المال، لما رأس المال والخبرات الهندسية والخبرات الإدارية والخبرات الاقتصادية ودراسات الجدوى، كل هذه الكلام هي لتكون الشركة الاستثمار العقاري. فشركة من هذا النوع تقدر تاخد أي مساحة أرض لو درجة أولى، لكن لو درجة خمسة أو سبعة مثلا يقولها تاخدي عمارة، لو أكثر من كده تاخدي خمس فدادين. فلا تقع شركة صغيرة في خطأ أنها تشتغل أكبر من حقها أو أكبر من حجمها فتزور فتتعب، وهتتعب الناس اللي اشتروا منها. أيوة هذا القانون مطلوب جدا ونحن مقتنعين به واشتغلنا عليه، وأعتقد أن الآن السيد رئيس الوزراء وزير الإسكان يعني الدولة مقتنعة أيضا به، وأرجو أن نراه صادرا قريبا. المهندس حسين صبور، عايزين نعرف حضرتك آخر تفاصيل آخر اجتماع تم مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عاصم الجزار بخصوص الخطى العملية على أرض الواقع تجاه اتحاد المطورين. احنا دعينا إلى اجتماع مع السيد الدكتور وزير الإسكان، وكان ذلك في مجلس الوزراء وحضره رئيس مجلس الوزراء، وأيضا حضره نخبة الدولة اختارتها لحضور هذا الاجتماع من كبار المطورين. أنا كان لي حظ أكون أحدهم، كما كان يحضره أيضا محافظ البنك المركزي وقيادات بنوك القطاع العام الثلاثة الكبار، وثلاثة أيضا من بنوك الخاصة الكبيرة. يعني كانوا ست بنوك زائد محافظ البنك المركزي زائد نائب المحافظ رئيس الوزراء وزير الإسكان، ومن عندنا حوالي سبعة أو ثمانية من كبار العقاريين. كلام كان كله يا جماعة احنا مش عايزين اي هزة في هذه الشركات بتاعتكم ولا في نشاط الاستثمار العقاري، فما هو الدور المطلوب من البنوك؟ ان تقوم بتمويلكم بحيث ما فيش شركة منكم تتهز. ليه؟ لان حصل تغير النهاردة في اسلوب العمل. يعني ايه؟ زي ما قلت لحضرتك كنا بناخد اقساطنا على اربع سنين، هنبني في سنتين ثلاثة يبقى ما تسلم البيت فضل لنا دفعة أو دفعتين وخلاص. النهاردة بنشتغل على 8 سنين زي ما السوق اتقلب للدخلاء الجداد، ما قدرش هو 8 وأنا أديله على 4 ما حدش هيجيلي. فطبعا التغيرات دي هتغير احتياجات التمويل. في نفس الوقت البنوك مش حرة أنها تمول أي حد، لأن دي فلوس المودعين مش فلوس البنك، له فهو حريص عليها جدا. فكان التفكير هو كيف أن البنوك مع حرصها بشدة على أموال المودعين تستطيع معاونة رجال الأعمال في الاستثمار العقاري الجادين الكبار بضمان بعض ضمانات معينة جديدة، ويأخذوا زي ما تقول يعني تأييد أو موافقة أو ترحيم البنك المركزي بذلك. كانت اجتماع مهمة قوي، وكان أخذ وقت طويل تناقشنا فيه بمنتهى الصراحة، وكنا متأكدين أن البنوك ليست مقامر نهائي، وبالتالي لن نطلب منها المستحيل ونسبب خطورة لها. وأعتقد أن هذا الاجتماع سيستجيب له الكل. المهندس حسين صبور، كنا عايزين ناخد رأي حضرتك في مشروعات الشراكة بين الدولة وشركات الاستثمار العقاري القوية والمطورين العقاريين الذين يحوزون على ثقة الدولة وثقة المشتري العقاري، ودخولهم في شركات مشتركة ما بين وزارة الإسكان وما بين هؤلاء المطورين. الدولة بدأت من فترة مش طويلة إنها تفكر إنها بدل ما تبيع أرض للمطورين، أراضي المطورين طبعا قطع كبيرة فتمنها غالي، والأرض في مصر غليت قوي، فأرض كبيرة تمنها غالي في سعر أغلى
بقى موضوع صعب قوي. فبدأت أنها تفكر الدولة في أنها للمطورين الجادين تشاركهم بحيث توفر عليهم سداد اقساط الأرض على 4 سنين زي ما كانت بتاخدها الدولة، وكل الفلوس يحطوها في البنى. طيب الدولة مستفيدة إيه؟ مستفيدة حاجتين. أول حاجة المطور تعود إن هو ما بيبيعش بسعر واحد، بيبيع أول كمية بسعر، وبعد ما يبتدي المشروع يطلع يقف على رجليه الكمية التانية بسعر أغلى ثم أغلى ثم أغلى إلى آخره، يقسم البيع على 4 مرات على 6 مرات على 10 مرات تغيير في السعر إلى الزيادة. فهو لو شارك الدولة والدولة قدرت السعر اللي هي عايزاه وأخدته منه في قيمة وحدات، هي مش هتاخد منه نقدا كتير، تاخد جزء نقدا وجزء وحدات، هتبيعها امتى؟ بعد ما هو يخلص. اذا هي قلبت فلوسها بتاعت الارض الى وحدات تتباع اغلى ما يمكن. يبقى لو كانت هتبيع الارض دي المتر مثلا ب5000 جنيه، في هذه الطريقه ما تاخد نسبه مئويه ماليه والباقي وحدات، هتوصل لها لسبعة تمن تسعة عشرة آلاف جنيه المتر. إذا الأرض دولة كسبانة جدا، بتأخر الفلوس شوية لكن كسبانة جدا. في نفس الوقت الدولة تبقى متملكة وحدات سكنية، بحيث لو لا قدر الله الوحدات طب غليت قوي هي عندها كنترول تبيع اللي عندها، يعني هتبقى متحكمة إلى حد ما في السوق أكتر ما هي متحكمة النهاردة. ستساعد المستثمر الجاد إن هو يحط كل فلوسه في البناء فيخلصوا أسرع ما يمكن. لها ميزات كثيرة جدا، بس الدولة ما بتعملهاش لأي واحد، هي بتنزل عطل لأي واحد يتقدم من يريد أن يتقدم. قبل ما تشوف العروض المالية بتشوف هم مين المتقدمين. الأكفاء فقط هي اللي تفتح مصاريفهم المالية، والغير أكفاء مش هتبص لهم. ما هنشعر الدولة عايزة تشارك واحد تعبان ما عرفش يكمل وتضيع عليها فلوسها والمشروع يقف. فبتبدأ باختيار شركات قوية قادرة ثم تتفاوض معها ماليا أو تتفاوض مع أفضلها ماليا. رأيي أن هذا إجراء جيد للغاية. كان هناك بعض الآراء حول حدوث فقاعة عقارية في السوق العقاري المصري، وكنا عايزين نعرف رأي حضرتك في ده، وهل ده ينفع يحصل في مصر ولا احنا بعاد عن هذه المقولة او الادعاء على السوق العقاري المصري؟ الفقاعة العقارية حدثت في الكام سنة الأخيرة في 3 مرات، المرة الأولى في دول شرق آسيا، والمرة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمرة الثالثة في الخليج، الإمارات بالذات. الفقاعة العقارية يعني إيه؟ يعني البنوك تكون مقرضة المستثمرين العقاريين أو مشتري الشقق ويحدث فشل في التسليم العقار، فتروح تروح على البنوك فلوسها، فالبنوك تضطر إنها تبيع ما عندها بأرخص الأسعار عشان ترجع ما أمكن من فلوسها، فيحصل كارثة في هذه البلد. حدث ذلك في شرق آسيا أولا، وحدث ذلك في أمريكا وأوروبا ثانيا. نتيجة أمريكا جرجرت معها أوروبا. ليه؟ لأنها كانت ما لديها من أوراق من المقترضين، أوراق يعني كميات أو شيكات، كانت كثيرة قوي، فباعت بعضها للبنوك القادرة في أوروبا. فلما الدنيا اتخربت اتخرب بنوك أمريكا وأوروبا اللي عندها بعض هذه الشركات والكمبيالات. وثالث مرة عملت في دبي وأبو ظبي عندما ضعف جدا فرص العمل، ولازم نعرف أن دبي وأبو ظبي 89% من سكانها أجانب، مش أهل البلد جايين يشتغلوا في البلد. فلما ضعفت فرص العمل لأسباب داخلية الأجانب دول سابوا شققهم ومشوا. معنى كده إيه؟ انخفض بشدة على ثمن هذا العقار إيجارا أو بيعا، ودي كلها فلوس بنوك. إحنا مصر غير كده خالص، في بلدنا البنوك تقريبا لا تقرض، طبعا دي نقطة سلبية. ليه لا تقرض؟ لأنها
اشتراطاتها صعبة جدا. أنا لا أقرض منمي عقاري أو شركة عقارية إلا على وحدات تمت لفرحتي، وأنا طول ما أنا ببني على الفلوس مش هتديني، لكن لما أخلص العمارة كاملة تقرضيني ملاش لازمة. وإذا أقرضت المشتري فهي بتقرضه بسعر الفايدة في مصر، سعر الفايدة في مصر عالي جدا، فقليلين جدا من المواطنين يقبلوا الاقتراض من البنوك عشان يشتري شقة. مش بقول ان مفيش فيه، لكن قلة تواجد البنوك واقراضهم للمستثمرين العقاريين او اقراضهم للمشترين العقاريين قليل جدا، فمفيش فقاعة عقارية لان مفيش فلوس بنوك عند المقترضين. في مشاكل، في مشاكل، الدنيا بتغلى، الدنيا بتغلى، لان النهاردة سعر مواد البناء في مصر بيغلى، وحتى انه يغلى طالما ان الدعم بيتشال، فمعنى كده ان الكهرباء والوقود وكل الكلام ده غلي، والمصانع شغالة بهذا الكلام. المصانع مش شغالة بالهواء ولا بالمية فقط، شغالة ايضا بالطاقة، يا بترول يا فحم يا كهرباء. فما يغلى هذه الطاقة هيغلى المنتج، اسمنت هيغلى، الحديد هيغلى، الازاز هيغلى، الالومنيوم هيغلى الى اخره. فلا يعني هيغلى عندنا الوحدات، هتحصل بعض الازمات، لكن ما لا علاقه لها نهائي بالفقاعه العقاريه. مهندس حسين صبور، كنا عايزين ناخد راي حضرتك في امكانيه دعم الدوله للمشروعات العقاريه لإجراء تصديرها للخارج، إن يكون في دعم من الدولة في مصاريف الدعاية الخارجية أو في إقامة المعارض في الخارج أو في الدعاية للعقار المصري للعالم الخارجي في أوروبا، في الأمريكتين، في كندا، بشكل ترغيب للمصريين أو للأجانب إنهم يشتروا وحدات سكنية أو سياحية في مصر، والدولة تكون داعمة لشكل العرض او الترويج للعقار المصري او تصديره للخارج. هو تصدير العقار في العالم يسير على قدم وساق بكميات كبيرة جدا. مصر حتى الان ما عندهاش تصدير عقار. اول ما انا بدأ في تصدير العقار كانوا البريطانيين، كان عندهم الدنيا طول السنة مطر وطول السنة ضباب، فكانوا في الصيف عايزين يشوفوا الشمس، فبدأوا يشتروا في إسبانيا على الشواطئ بكميات كبيرة جدا. لما إسبانيا غليت نتيجة هذا الكلام بدأوا يشتروا في البرتغال، لما البرتغال غليت بدأوا يروحوا يوغوسلافيا، لما يوغوسلافيا غليت وهكذا وهكذا وهكذا. بعد ما البريطانيين بدأوا، بدأ غيرهم من الجنسيات الأخرى، وأصبح بالأرقام قيمة مشتريات العقار لأجانب في بلاد أجنبية أرقام فلكية. مصر نصيبها فيها يكاد يكون صفر. نصيب مصر من تصدير كل منتجاتها أقل من حاجة وعشرين مليار دولار، رقم هزيل للغاية، هزيل للغاية، حاجة مكسوفين مننا كلنا. لكن لو استطعنا أن احنا نصدر العقار بتاعنا ممكن جدا حاجة وعشرين مليار دي تقفز إلى أرقام تخض. لكن تصدير العقار مش لعبة ومش هزار، بمعنى لازم نشوف المشتري الخارجي اللي بيشتري عقار عايز يشتري عقار ليه وإيه طلباته. يعني مثلا معظم مبانينا في مصر غير مسجلة، ولا شققنا مسجلة، ولا عمارتنا مسجلة، تعودنا كمصريين إهمال هذا الموضوع. مفيش أجنبي هيشتري في مصر عقار غير مسجل، لأنه هو بيشتريه وقاعد في بلده، فمش ممكن نقول له عقار ده هو على المشاع، لا 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 انسى. حاجة ثانية، مفيش أجنبي هيشتري عقار مش متشطب كويس جدا ومش خالص في معاده. احنا تعودنا في مصر مع الأسف ان احنا بنشطب مش قوي، وعمرنا ما سلمنا عقار في معاده. نمرة ثلاثة، معظم مبيعاتنا في مصر ما يسمى نصف تشطيب. هل نتوقع من الأجنبي اللي جاي من كندا أو انجلترا ان دي العمارة مش متشطبة نقول له شطبها انت؟ طبعا لا.
لا يمكن، ما خلاص سقطت من عينه. هناك ضوابط كثيرة جدا لازم نعملها. أيضا من أهمها ولازم نكون صراحة مع نفسنا أن ياما مصريين لم يلتزموا بكلمتهم وباعوا حاجات ما نفذوهاش في الآن وفي السابق، وقصص كثيرة ما فيش داعي إن احنا نتكلم عنها. فعشان الأجنبي يشتريه لازم أولا نريحه من الكلام اللي أنا أقوله قلته كله، العقار متشطب، العقار متخلصان في معاده، العقار متسجل معايا حضرتك. وأيضا يجب أن الحكومة تدعم وتطمئن المشتري. إزاي؟ اللي أنا قلته وزلت بقوله، المعرض اللي نعمله بره هو معرض مصر، مش معرض شركة ألف أو ب أو جيم أو دال أو عين. معرض مصر يعني معرض الحكومة المصرية، تاخد معاها فقط الشركات اللي هي مطمئنة إليها، ما يروحش أي واحد شركة استثمار عقاري على المعرض المصري، عشان لو عمل فضيحة مست مصر كلها. فلا تقبل الحكومة أن تأخذ في معارضها اللي هو ما اسموش معرض صبور أو معرض علام أو إلى آخره، لا ده معرض مصر، والدولة تختار الشركات الضامنة لها وتاخدها معاها في مواقع متميزة. نمرة ثلاثة، يكون موجود في هذا المعرض دائما السفير المصري. أنا أعتقد سفير مصري فترة معرض 4-5 أيام ما عملوش حاجة أهم من إنه يقعد في المعرض، عنده طول السنة يعمل أعمال أخرى، لكن في المعرض ده عشان إعطائه أهمية وصورة جيدة من الصبح لليل السفير المصري موجود في هذا المعرض. نمرة خمسة، أنا لو مستثمر عقاري ورحت أبيع شقة في معرض ما في لندن، ما أنا أسهل حاجة عندي أحط الفلوس اللي أبطها في لندن، يبقى أنا هربت الفلوس، يبقى أنا بسهولة جدا تصدير العقار أسلوب لتهريب الفلوس، مش ده المطلوب. مطلوب يكون صادرات، يعني إيه؟ يعني يكون هناك بنوك مصرية موجودة في المعرض تاخد هي الفلوس وتحولها إلى مصر وتسلمها لي أنا في مصر بالجنيه المصري، تاخدها هي بالدولار، تاخدها بالاسترليني، تاخدها بالين الياباني، تاخدها بالفرنك السويسري، مش دي النقطة، لكن تاخدها البنوك المصرية الكبرى اللي بترافقنا في هذا المعرض ولا تسلمها لنا البائعين إلا في مصر. نمرة خمسة، الحكومة عمل الترغيب تشكر له، وهو إعطاء المشتري الغير مصري وحدات سكنية إذا كانت قيمة الشقة فوق 400,000 دولار له إقامة في مصر 5 سنوات هو وعائلته، بشرط طبعا هتعمل عليه تحريات إنه سليم، والتحريات دي لازم تتم في أقل من أسبوع، ما عودش أنا بقى أقول حمل تحريات وأرد عليه بعد 3 أشهر، ما ينفعش. خلاص طلب وهشتري شقة فلانية، قبل أسبوع تكون التحريات انتهت ونقول أهلا وسهلا، وبعد 5 سنين من حقه إنه يجددها تاني والتالت إلى آخره. فالإجراءات التسهيلية بتتعمل، الشرطة أو الوزارة الداخلية عملت إجراءها المهم وهو إقامة، تسمح بالإقامة للأجنبي المش سيء السمعة إذا اشترى حاجة في مصر. لكن هناك شغل أيضا مطلوب من الدولة ممثلة في السفير على الأقل، أو ممكن يكون الوزير، ومع اختيار الشركات مع اختيار البنوك اللي تروح، عملية مش سهلة لكن أنا رأيي أنها هننجح فيها بإذن الله، وهتبقى دخل جيد جدا للصادرات المصرية. المهندس حسين صبور، في نهاية لقائنا معاك كنا نتمنى الوقت يطول بينا أكتر من كده، لقاء مليء بالمعلومات والخبرات، أثقلت معلوماتنا وذهننا بكثير من الأفكار الجيدة المبنية على الخبرة والعلم. حضرتك بتمثل مكتب من أكبر المكاتب الاستشارية في الشرق الأوسط والعالم أجمع، وجودنا معاك ادانا زخم من المعلومات والرؤية الحالية والمستقبلية مع دمجها بما حدث في الفترات السابقة.
بنتقدم لحضرتك بكل الشكر، ونتمنى لك دوام التوفيق، ونتمنى ان احنا نقابل حضرتك مرة تانية تدينا جرعة من جرعات العلم والتعلم والخبرة اللي مش متاح ان احنا نلاقيها عند حد يمكن في مصر كلها. شكرا لهذه الخاتمة، وفي اي موضوع جاد انا تحت امركم اتناقش فيه. نتقدم لك بخالص الشكر والتقدير، ونتمنى لك دوام الصحة والسعادة. أعزائي مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار، كان لنا لقاء عظيم مع قامة من قامات الاستشارات الهندسية في مصر والعالم أجمع، المهندس حسين صبور. نتقدم له بخالص الشكر على اللقاء العظيم معه، وإلى لقاء مع برنامجكم حوار واستثمار في الحلقة القادمة.